هذه مسألة أخرى غريبة كتطف الكلمة التماسك والعفاريت هو اليوم اللي كنسمعوا أفكار وأنا واحد من هاد الأفكار اللي قصدها الأخ هذا لأن أنا واحد من هاد الأفكار اللي في مقاطعة حسانة وكنت نتمنى أن تكون عنده الشجاعة ويجبد الاسم ديال رئيس مقاطعة حسان كما أنا عندي الشجاعة كنجبد الاسم ديال عبد السلام بلاشي. إذا التماسيح والعفاريت دابا الآن كتزاد ليها كلمات الأفكار. هاد السيد تيتهمنا بالكذب والفساد. السؤال نطروح لو أننا ما وضعناش هاد النقطة ديال الإقالة في جدول الأعمال ديال هاد الدورة واش كنا غنكونوا مفسدين؟ الوقت اللي حطينا هاد النقطة ولا الاتهام ديالنا بالمفسدين. ثم السي بلاجي هادي مدة ديال 4 سنين وأنت كتقول بأن حنا مفسدين وفاسدين. شو اللي خلاه أنك ما تعطيش للرأي العام هاد النقط اللي لاحظتي عندنا ديال الفساد اللي صبرتي حتى درجنا هاد النقطة؟ وهاد المسألة ماشي غريبة عليكم لأن الوقت اللي كان السي شباط معاكم في الأغلبية ما كانش مفسد. اليوم ملي خرج من المعارضة ولا مفسد، وكذلك الشأن بالنسبة للسي مزوار ملي كان في المعارضة كان مفسد وقلت ما قلت عليه قلتم عليه، واليوم ما بقاش السي مزوار مفسد. هاد الشخص يقول بأن ضغطت على واحد المجموعة ديال الإخوان باش يوقعوا معايا على عريضة ديال الإقالة، وإلا لاحظتوا الإخوة اللي موقعين معايا كاين السي العوني اللي هو المنسق ديال الفريق الحركي، ما كنعتقدش شنو هو اللي يمكن لي شنو هو الوسائل باش ضغطت على هاد الإخوان هادو. كاين أمين عام ديال الحزب، شنو هي الوسائل اللي عندي هاد القوة اللي عند رئيس مقاطعة حسان باش يدخل يضغط على هاد 25 واحد باش يصوتوا على الإقالة؟ هاد الإخوان صوتوا وقعوا على هذه الإقالة هذه بناء على معطيات اللي هي حقيقية. السي بلاجي تيقول لك خدم ولدو بطريقة قانونية عن طريق لانابيك، والجميع كيعرف بأن لانابيك ما كتوظفش، لانابيك كديبوزي الدوسي، ولدو خدم في جونفي والوثائق هما عندي، ولانابيك حط الدوسي ديالو في لوسيس 3. وثانيا إلا مشينا لانابيك غتلقى عدد ديال الطلبات ديال الشباب واللي حاطين سنتين 3 سنوات وما عمر لانابيك استدعاتهم او شركه من الشركات. الا وضع ولدو دار حارس مباراه، انا كنعرف تنقول شنو هي النوعيه ديال المباراه اللي ولدو ترتقى بها المنصب حارس، وهذا المنصب راه باغي حتى الناس اللي عندهم الاجازات باغيين هذا المنصب ديال الحارس اللي ب 3000 درهم لان الوضع الحالي تتخلي الشباب اي عمل ممكن يعطي فيه. اذا رجعنا للجمعيات وهذا شيء خطير، الجمعيات السي بلاجي تيقول بان كاين صنفين من الجمعيات، كاين جمعيه اللي كيعطيها هو اقل من 50000 درهم كدوز في اتفاقيه شراكه، وفوق من 50000 درهم كيدير اتفاقيه شراكه، والغريب في الامر انه هو اللي كيبرمج اتفاقيه شراكه. انا عندي اتفاقيه شراكه دار مع واحد الجمعيه واللي المبلغ ديالها 40000 درهم، 40000 درهم. اذا ما بقاش هالصنف الاول، هو حسيت بها هو عرفنا بانه كيكذب. 40000 درهم ها هي جمعيه السي بلاجي موقعه المبلغ فيه 40000 درهم اتفاقيه شراكه، اتفاقيه اخرى شراكه ب 80000 درهم موقعه السي بلاجي، هذه 50000 درهم هذه 80000 درهم ها هي التوقيع ديال السي بلاجي، مع العلم ان هذه الاتفاقيه شراكه حسب الماده 41 من الميثاق الجماعي الاتفاقيه شراكه تدوس مداولات ديال المجلس. الخروقات هو ان اتفاقيه الشراكه ما يمكنش يبرمها الا داخل مداولات المجلس، المجلس اللي كيبرم اتفاقيه الشراكه ماشي نائب الرئيس، والماده 41 هي واضحه. ثم شنو هو المعيار اللي خلاه يعطي لهذه الجمعيات دون جمعيات اخرى؟ انا من رئيس اللجنه غتحط لي واحد عدد هائل ديال الجمعيات، انا بصراحه ما نعرفش شنو هو المعيار باش نختار هذه الجمعيات لان البرامج كلها متشابهه. ثم شنو هو المعيار اللي عطى خلاه يعطي للزوجه ديالو المنحه وما يعطيش لجمعيات اخرين؟ هي استفدت. انا كنقول الاسم، انا مساعد المحاسبه سيدي وجديها لان الميت ما يوقفش هنا، انا غنتجه حتى للقضاء سواء طاح في المجلس او ما طاحش غنتجه للقضاء، لان اليوم فعلا خصنا نوضعوا حد لهذا الفساد، وإلا عنده شي حاجه كتبت مقاطعه حسان الرئيس ديالها فاسد طب دوري بطبيعة الحال أنا مستعد للمحاسبة. اليوم هذا الوضع ديال المكاشفة قدام المواطنين وما بقاش نجبد، لأنه هو تيكسب العاطفة ديال الناس، لأن الطريقة باش يواجه مع الناس باش أنت نحس فيا الباحمي الشومي كيهضر في الإسبريس، أنا قطع ليا في قلبي، لأن الطريقة باش كيتكلم يعني إنسان بريء، ولكن راه
ما خفي كان أعظم. يعني مجموعة الملفات القرارات الجبائية يا عباد الله ما كي قرارات جبائية اللي كاينة ما كي المبالغ المستحقة اللي خصها تدخل البلدية تنقص في الثمن ديالها. واش علاقات عائلية؟ واش الزمالة؟ واش الصداقة؟ يعني حتى القرار الجبائي ما كيطبقوش كما هو، يعني مجموعة الأخطاء اللي هي جسيمة واللي القضاء خصو يبت فيها من غير المجلس. أنا عطيتكم مجموعة ديال الاختلالات، وإلا عنده شي حاجة كتبت أننا فاسدين مفسدين أنا كنقول أنه يخرج بالأسماء ديالنا وبالوثائق ديالنا، ما يبقاش يهضر بأسماء حيوانات أو حشرات أو هذا، لأن هادشي تجاوزناه تنظن 4 سنين وحنا كنسمعوا هاد الكلمات هادو. اليوم بغيت الاسم ديال الرازي يخرجوا السي بلاجي بالخروقات اللي مرتكب وبالوثائق اللي عنده للصحافه للراي العام الوطني، نعرف حقيقه هذا الشخص هذا اللي عندكم شنو هي، لان انا وقيله تنعتقد انني داير ثقه في نفسي بزاف، ولكن اليوم بغيت نعرف حقيقتي. وممكن نغلط ولكن على الاقل ماشي هذه الغلط كامله، واذا غلط ممكن نعتذر، ولكن هاد الناس ما تيغلطوش عند روسهم انهم ما كيغلطوش، وهذا هو اللي خطير. ممكن نسيني شي حاجه اللي ماشي قانونيه ولكن بدون قصد بدون هذا، لكن الان الاخطاء هي جسيمه ثابته. والغريب في الامر ان الاخوان ديالو في المجلس كيتضامنوا معاه، وهذا هو اللي ما عندناش حنايا، لان حنا عندنا ضمائر حيه. حنا الاحزاب الاخرى عندها ضمائر حيه، الوقت اللي كيجي شي قرار ماشي هو هذاك على الاقل كنبقاو مع بعضياتنا، وكيعتقد الاخر اننا ما فاهمينش. لا هذا غلط، بالعكس حنا اللي مفاهمين، لان كاين شي اشياء ما يمكنناش نتوحدوا عليها، وتنقولوا حنا راه العائله وتبقى اختلاف فيها، فبالاحرى حزب. وهذا هو الخطير فيما يخص هاد الناس هادو، كيتضامنوا مع اللي صالح واللي ما صالحش. ومع انا ما كنشيرش للحزب ككل، بل فيه اشخاص اللي ما صالحاش واللي كتسيء لهاد التوجه اللي جاوا به هاد الناس هادو.